هاد الندوة اللي جمعتنا اليوم في المعرض الدولي للفرس في الجديدة كانت مناسبة لتقديم كتاب أصدرته الشركة الملكية لتشجيع الفرس سوغيك مع الناشر لونغاج دو سود حول تبوريدا أو تفروت نيسان كيف كتسمى بالأمازيغية. كانت مناسبة لتقديم الكتاب، كيف تم الإعداد لهذا الكتاب والمشاركين فيه، هو تم تحرير النص من طرف الكاتب المعروف السي فؤاد العروي. المشاركة ديالي أنا كانت في ما يتعلق بالتاريخ، تاريخ هذه الممارسة، وكانت مناسبة في هذه الندوة باش نذكروا بعمق هذه الممارسة في التاريخ ديال المغرب وشمال إفريقيا بصفة عامة، وأنه ماشي ممارسة بقات كتسنى حتى ظهر البارود عاد الناس بداو كيمارسوها بالشكل اللي كنعرفوها بها اليوم. بالنسبة لي أنا خصنا نرجعوا للعهود غابرة كتدل عليها النقوش الصخرية الموجودة في الأطلس الكبير والجنوب اللي فيها الفرس وفيها الفارس، يعني منقوشين في الحجر وأحيانا مرسومين، وعندنا كذلك إشارات في التاريخ في الفترات المورية، فترة المملكة المورية وفترة الاحتلال الروماني، أنه المغاربة كانوا كيستعملوا الفرس، وبعد ذلك في العصور الوسطى يعني الممالك المغربية كلها كان فيها استعمال الفرس. هذا الكتاب الذي تم تقديمه في إطار طبعا هذا الملتقى الهام الذي يدور كل سنة له علاقة مباشرة طبعا بهذا العنصر من التراث الثقافي غير المادي المغربي الذي تم إدراجه في قائمة اليونسكو، القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. الكتاب له قيمة لأنه يسلط الضوء على كل ما يتميز به هذا العنصر من تنوع بالنسبة لمكونات التراث التي نجده فيها. طبعا تبوريدا يعني لها جذور عميقة جدا في التراث المغربي، لكن البعد أيضا الذي نراه إيجابي جدا في الكتاب وهو أنه يضع أيضا هذا الفن في إطار أشمل، وهو إطار يتميز بنوعا ما تقديم هذا التنوع الثقافي الكبير الذي يتميز به المغرب. نحن بالنسبة لنا كيونسكو هذا هام، لأنه نؤمن على أساس التجربة بأن الاعتراف بالتنوع الثقافي هو من أسس يعني دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة، وبقدر ما تمكنا من دعم يعني من تسليط الضوء على هذا التنوع الثقافي يتم دعم الثقافة، لأن بالفعل الثقافة دور الثقافة والتراث لهما دور كبير في التنمية، ليس فقط طبعا في التعريف بهوية شعوب لكن أيضا في التنمية من ناحية الاجتماعية والاقتصادية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.